البرغوث الأرجنتيني وأعظم من لمس الجلد المدور على الإطلاق ليونيل أندرياس ميسي. طبعا بعد ما كسب كأس العالم 2022 في قطر قلنا لازم نعمل حلقة لأعظم لاعب في التاريخ، وده مش كلامي، ده كلام كل المحللين والصحفيين والناس اللي هتقولي وكريستيانو رونالدو. أنا بالنسبة لي هو أعظم لاعب في التاريخ هو كمان، عشان محبي رونالدو ما يزعلوش مننا. المهم قوم جاهز نفسك وجاهز مشروبك وطفي نورك، عشان النهارده هتسمع افضل قصه نجاح في تاريخ كره القدم على الاطلاق. انطلقنا انطلقنا. في 24 يونيو 1987 اتولد ليونيل أندرياس ميسي من مدينة روزاريو بمقاطعة سانتا في بالأرجنتين. أبوه خورخي هوراسيو ميسي مواليد 1958 كان شغال عامل في أحد المصانع. أمه ماريا كوتشيتيني كانت عاملة نظافة. عيلة ميسي كانت من أصول إيطالية وبالتحديد في مدينة أناكونا اللي هاجر منها جده أنجلوس ميسي سنة 1883، هو واتنين إخواته كانوا اكبر منه في السن، هو رودريجو وماتياس واخت وكان اسمها ماريا سول، ودي كان عندها 5 سنين. بدأ ميسي لعب كرة القدم وهو عنده 5 سنين، وكان بيلعب في نادي محل اسمه غيراندولي، وكان المدرب بتاعه ابوه، وده كان سنة 1995. وبعد كده اتنقل لنادي تاني هو نيو اولد بويز في مدينة روزاريو مسقط رأسه. سنة 1998 وهو عنده 11 سنة اكتشف ان هو عنده نقص في هرمون النمو. الوقت ده بقى كان نادي ريفر بليت بيفكر يضمه، بس تكاليف العلاج كانت كتيرة فالصفقة ما تمتش. الوقت نفسه المدير الرياضي النادي برشلونة كارلوس ريكاش ابدى اعجابه بموهبة ميسي. بعد ما واحد من قرايب ميسي عمل اتصال لإدارة نادي برشلونة في فلوردا كاتالونيا، فحصلت عائلة ميسي على فرصة ان هي تعرضه على نادي برشلونة، وراح مع ابوه وعرض الموهبة على إدارة النادي. ميسي لدرجة ان هم عرضوا على عائلة ميسي ان انتوا تيجوا اسبانيا واحنا هنتكفل بمصاريف علاجه. الوقت ده انتقلت العيلة كلها لاوروبا وبدأ ميسي يلعب في فرق الشباب بالنادي. تعالى بقى معايا كده نبدأ نتكلم عن مسيرة افضل لاعب على الاطلاق في ملاعب اوروبا. بدأت لما شارك لأول مرة في الدوري وهو عنده 17 سنة، تحديدا في 16 اكتوبر 2004 لما استدعاه المدرب فرانك ريكارد في مباراة ضد اسبانيول. اما اول هدف لميسي مع نادي برشلونة كان ضد ألبا سيتي وكان بتاريخ 1/5/2005. بينا بقى نشوف مسيرته الدولية واول مباراة لي مع المنتخب الارجنتيني، ودي كانت تحت 20 سنة وتحديدا في شهر يونيو 2004 في مباراة ودية ضد منتخب الاوروغواي، وفي 28 مارس 2009 وتحديدا في التصفيات المؤهلة نهاية كاس العالم ضد فنزويلا لبس ميسي القميص رقم 10 لاول مرة مع منتخب الارجنتيني. كان المدرب في الوقت ده دييغو أرماندو مارادونا. في المباراة دي فازت الأرجنتين 4-0. طبعا الفترة اللي كان فيها ميسي مع نادي برشلونة كان عامل أرقام خرافية وعامل معدل تهديفي رهيب جدا. طبعا في مثل بيقول من خرج من داره اتقل مقداره. في عام 2021 انتقل ميسي لنادي باريس سان جيرمان، واول موسم ليه لعب 34 مباراة في مختلف البطولات، سجل في الموسم ده 11 هدف وصنع 14. الموسم الثاني ليه لعب 32 مباراة سجل 9 وصنع 13. تعالى بقى معايا كده نعرف شوية حاجات عن حياة ميسي الشخصية وعلاقاته الغرامية. واول علاقة غرامية ليه كانت مع ليموس ماكرينا، ودي كانت فتاة مسقط رأس روزاريو، وداني علاقة ليه لما ارتبط بعارضة الاغراء الارجنتينية لوسيانا سالازار. يناير 2009 صرح لبرنامج هاتريك بارسا انه مستمتع ومسترخي مع صديقته انتونيلا
كسروا الكارزو، ده كان في مهرجان سيت ديس بعد ديربي ببرشلونه واسبانيول، لسه لحد دلوقتي مرتبط بيها، وجاب منها 3 اطفال تياجو وماتيو وتشيرو. في 11 مارس 2010 تم تعيينه سفير للنواه الحسنه لليونيسيف. اما بالنسبه للثروه فيحتل ميسي المرتبه الاولى للاعبين الاعلى اجرا في العالم وفقا لتصنيف مجله فرانس فوتبول، واللي بيبلغ دخله السنوي 130 مليون دولار امريكي. وفقا للتقارير تبلغ ثروه ميسي اكتر من 620 مليون دولار امريكي. جينا بقى لاهم حاجه في حلقه النهارده وهي الانجازات والجوائز اللي حققها ميسي عبر التاريخ. جوائز الجماعيه ببرشلونه، الدوري الاسباني 10 مرات وكاس ملك اسبانيا 7 مرات، كاس السوبر الاسباني 8 مرات ودوري ابطال اوروبا 4 مرات، وكاس السوبر الاوروبي 3 مرات وكاس العالم للانديه 3 مرات. اما بقى في فرنسا حقق الدوري الفرنسي مره واحده وده كان عام 2021 2022، وكاس الابطال الفرنسي مره واحده وده كان عام 2022. نيجي بقى للانجازات الدوليه مع منتخب الارجنتين، كاس العالم للشباب تحت 20 سنه وده كان عام 2005، ميدالية الذهبية الاولمبيه مره واحده وده كان عام 2008، وكوبا امريكا مره واحده وده كان عام 2021. جينا بقى للبطوله الاغلى على الاطلاق والاهم في مسيره ميسي وهي كاس العالم قطر 2022. كده بقى احنا خلصنا الجوائز الجماعيه في مسيره ميسي، هنيجي بقى للجوائز الفرديه في مسيره ميسي. كرة الذهبية 7 مرات وده كان عام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و19 21، وافضل لاعب في العالم 2009، وجائزه الفيفا الافضل لاعب في العام 2019. الحذاء الذهبي 6 مرات وده كان عام 2010 و2012 و13 و17 و18 و19، وافضل لاعب في اوروبا مرتين 2011 و2015، وافضل لاعب في الدوري الاسباني 8 مرات، وافضل مهاجم 7 مرات، وهداف الدوري الاسباني 7 مرات، وهداف كاس الملك 5 مرات، وجائزة الكرة الذهبية في كأس العالم للأندية مرتين 2009 و2011. نيجي بقى لشوية إحصائيات سريعة كده، ميسي لعب 1003 مباراة ساهم ب 1143 هدف، يعني أكتر من عدد مبارياته، سجل فيهم 793 هدف، 672 مع برشلونة و98 مع الأرجنتين و23 مع باريس. كده نكون خلصنا حلقة البولجا ليونيل أندريس ميسي. بسألك انت بقى، هل ميسي افضل لاعب في التاريخ؟ لو نعم قول لي ليه، ولو لا قول لي ليه. لو عجبتك حلقة النهاردة ما تستخسرش اللايك والاشتراك في القناة. اشوفكم على خير، سلام عليكم.